أعود لحضراتكم من جديد، وزي ما قلنا من بداية حلقتنا إن الديكورات رمضان موجودة بأشكال كتير جدا السنة دي، ومن أجدد وأشيك الحاجات اللي ممكن تستخدميها علشان تدي تاتش مميز قوي وشيك جدا. إيه هو بقى؟ الفخار، خصوصا لما تبقى التصميمات مستوحاة من حضارتنا احنا، والحضارة المصرية فيها حاجات كتيرة جدا من ضمنها الحضارة النوبية، ألوان بقى وبهجة وحاجات رائعة الجمال هتقول لنا عليها وتوريها لنا وتقول لنا أسرارها كمان الجميلة ضيفتنا رضوى حمادة. ازيك يا رضوى؟ ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. رضوى عايز اتعرف عليكي اكتر، لان اللي جم النهاردة ونورونا كانت رمضان ستريت فورورد، او ان رمضان مباشر. عارفه التصميمات في الفرش في الديكورات، لكن انت عامله مزج يجنن ما بين رمضان وحضاره غاليه علينا قوي هي حضارتنا النوبيه. هو البراند لما ابتديته ملي، يعني الحاجات التيبل وير عامه والحاجات اللي بنستخدمها دي هي حاجات اسنشال بنستخدمها طبعًا كل يوم في يومنا طبعا. بس الحقيقي ان الحته دي ما كانش فيها اي حاجه بتجمعنا، بتجمع يعني ما بيننا وما بين الكالتشر بتاعتنا. صح. فحسيت ان هو وفي قصص في التراث او القصص بتاعتنا، الاماكن محتاجه تتحكي تاني ومحتاجه تفضل موجوده بشكل يومي برضو. عندك فده اللي احنا قدرنا او حاولت احققه، ان احنا نعمل ستوري تيلينج تيبل وير. ازاي بقى ستوري تيلينج؟ ازاي بتحكي حكايتنا في الاطباق وفي الاكسسوارز وفي الفخار؟ احنا اي يعني احنا بنحاول نعمل ده من خلال الفن، من خلال الارت. احنا اللي بنعمل الارت وورك اللي بيتحط على اي بيس عندنا، احنا اللي بنشتغل عليه من الاول خالص. انت اللي بترسميه؟ التيم يعني. انت بقى عامله تيم كبير؟ مش كبير، احنا حوالي 15 حد. او كلكم بنوتات بس ستات ولا ستات ورجاله؟ معظمنا العقول المدبره كلها ستات يعني. أوكي. في الموضوع معظمنا ستات، ومعايا شريكي برضو محمد. بس فده اللي احنا كنا بنحاول نعمله، ان احنا بندرس القصه دي، بندرس المكان ده، بنشوف حكايته. لما رحنا النوبه حاولنا ندور على كل الحاجات، كل رسمه موجوده على اي بيت حتى ليها قصه، ليها رمز، ليها موضوع. فحاولنا ان احنا نجيب ده ونشتغل عليه ونقدمه بشكل لحد ما معاصر، ان هو البيت المصري نفسه يحب ان هو يبقى عنده بيس زي دي في البيت. ما تعرضش علينا قبل كده ان يكون موجود في بيتنا الحاجات دي الا من بعض الاجانب اللي عاشوا في الفيوم، في سيوة، في النوبة، في حتت كده معينة في مصر، هم اللي بيلاقوا ان هم عايزين يحكوا القصص. لكن اخيرا المصريين هيحكوا عن نفسهم. ده اللي احنا نحاول نعمله. احنا كمان موجودة منتجاتنا في المتحف الحضارة الجديد، وده شيء قريب جدا لقلبي. ايوه يعني الحاجات دي بتتعرض في متحف الحضارة. أوكي. متحف الحضارة الجديد هناك. هو الفكرة ما فيها ان كان في حاجتين، ان احنا عايزين ندخل الحتة دي يبقى لينا بصمتنا فيها. دايما متعودين من واحنا صغيرين احنا نتفرج على اطباق عليها اشكال، بس احنا ما عندناش اي فكرة صح اللي وراها او بتعبر عن ايه، اما يعني مش مرتبطين بيها بشكل صح. مباشر. يا اما صيني بالظبط كده، يا اما مثلا الليموج والحاجات دي الفرنساوي بالزبط. الحاجات السويسري، الحاجات يعني كلها حاجات احنا يعني مش حضارتنا بالظبط. فهو ده اللي انا بحاول احققه. وليتلي او مؤخرا دخلنا في الفخار، هي برضو حرفه يدويه مهمه جدا. بيطلع منها يعني لينه جدا ان الواحد يقدر زي الكولكشن فوانيس. هل يا رضوى اقدر اعتبر ان ده فانوس؟ يعني اقدر احط في بيتي فانوس نوبي؟ هل ده فانوس النوبه؟ هو يعني هو تقدر تقولي ميكسنج ما بين الارت كاتش بتاع النوبه وما بين المآذن الاسلاميه. كله معمول هاند ميد، كل ده بيتفرغ بالايد. هو الحاجه عامه الهاند ميد بتبقى مختلفه شويه، ان هي بتتكلم عن نفسها يعني، بيبقى طبعاً ليها التكتشر بتاعها وليها الفايب بتاعها يعني. بس طيب انت بقى كرضوى انت مين اصلا؟ يعني هل انت دراستك فنيه؟ هل انت رسامه؟ يعني عايز تعرف عليكي اصلا خالص قبل ما اعرف عن لا لا بتاع. مجال دراستي ملوش اي علاقه. درست بالفن ايه اصلا؟ درست بزنس عادي. وهو كان عندي شغف يعني. انا بشوف انه الحرف عامه الموجودة يعني من زمان، كان مثلا اروح خان الخليلي الاقي النحاس ونلاقي الحاجات دي، كانت دايما بتشدني. بس لما كبرت شوية وادركت ان في صناعات، الصناعات دي قايمة يعني على عدد ورش محدود. لو البراندات المحلية اللي زينا ما ابتدتش تدخل وتعمل انبوت وتطلع حاجات جديدة وتكيب
تخليها عايشه يعني لسه موجوده، والمد عمرها على قد ما نقدر. انا بشوف ان دي يعني حضارتنا حاجه امتدت مهمه قوي، اكتر من 7000 سنه، فاحنا لازم يكون لنا زقه يعني احنا كمان جيلنا ده يزق شويه. بالظبط، انا شايفه ان هو عامه ده اللي بيحصل من خلال كل اللوكال براندز اللي بتحصل دلوقتي، كل يعني كل جزء منها. بدأتي من امتى بقى؟ يعني ده حاجه رائعه ان في عندنا براند مصري بيعمل ده، بدايتك كانت امتى؟ من 4 سنين. كورونا برضو؟ انا ابتديت من هنا وكورونا ابتدت فعلا. على فكره يا جماعه احنا اللي بنفتكره وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ده حقيقي. الناس من وقت كورونا بدات صناعات ما كانتش موجوده، بدات هوبيز، مواهب، هوايات طلعت يعني للنور فعلا. الحقيقه ان هي بالنسبه لنا كانت فتره مش مضره خالص يعني، بالعكس كان عندنا تجربه ان احنا ابتدينا نجرب نبيع اونلاين مثلا. فابتدينا بقى، مش انت لوحدك، ده مصر كلها باعت اونلاين. فوقتها يعني كانت برضو كان في حاجه بتحصل يعني، ما كانتش الدنيا واقفه يعني. طيب تعالي بقى نرجع للتوبيك بتاع فقرتنا النهارده، رمضان والفخار. كلميني كده عن افكار، عن حاجات ممكن استعين بيها كست بيت وتبقى موجوده معايا في شهر رمضان الكريم من الفخار. زي ما وضحت لحضرتك من شويه، الفخار ده حاجه مرنه جدا يعني، بنقدر نعمل منها هوم اكسسوارز زي الفازة اللي جنب حضرتك، زي الحاجات مش رمضانيه بس، دي ده طول السنه، من جمالها طول السنه. بالظبط يعني الفخار هي دي ميزته، ان انا بقدر ان انا من خلاله اعمل تيبل وير، حاجات ناكل ونشرب فيها، حاجات تستخدم ديكوريشنز، ناتس بلاتر او البخور هولدر اللي هناك. لا ده بخور صح؟ بس اوكي، بس مفيش بخور دلوقتي، بس ده بخور هولدر حلو جدا. ودي بتاعت الشمعه اللي هناك، شمعه ده كاندل هولدر برضو. اوكي، ومجات طبعا، مجات، فنجان القهوه، حاجه اساسيه في رمضان. صحيح. يعني معلش سؤال محرج، الحاجات دي بتبقى غاليه؟ يعني احنا الفخار ده الطين بتاعنا يعني صح؟ بالزبط. ولا انا غلطانه؟ ما اعرفش، ما عنديش معلومات قوي. هل الحاجات دي بتتعالج بطريقه انها بتخليها غاليه قوي، ولا هي في متناول ست البيت ان هي تحلي بيتها في رمضان بالحاجات دي؟ احنا بنحاول نحل الموضوع ده، لانه في الاول وفي الاخر في حاجات بتبقى مفروضه علينا في موضوع التكلفه. ما بقدرش اعالجها، بس بنعالجها بحاجه ثانيه، ان احنا بندي الكاستمر اوبشن ان هو يقدر يشتري من اول قطعه. يعني اقدر اخد قطعه قطعتين. بالظبط. طبعا احنا اللي انا شايفاه على الشاشه ورا ده ايه؟ دي المبخره اللي وراها ايه؟ لا دي ده بروبس اكسسوارز للتصوير. اوكي. ده ناتس طبعا، ناتس اهو، ده رمضاني جدا اهو، على سفره رمضان ونقدر نحط الحاجات في الفخار. ايه اللي عملتيه من الفخار اللي ما كانش بيتعمل قبل كده؟ انا لما قررنا ان احنا نعمل الفخار، كان اكتر حاجه شغليني ان انا عايزه اطلع منه حاجه استخدام يومي، ما تبقاش حاجه بس. فحاولت على قد ما اقدر ان انا اروح للحته بتاعه الحاجات الى حد ما البيزك الاساسيه البسيطه اللي يبان عليها مودرن مع انها فخار وهاند ميد ويعني فحاولت اطلعها باخراج مختلف شويه. انا عايزه ده من الاول يا باجوري تاني، عايزه اشوف خطوات تصنيع الفخار، وقولي لي كده علشان توصل لنا القطعه بالجمال ده، ايه الخطوات اللي بتعدي بيها؟ بنعدي من اول تحضير الطينه نفسها، ده بياخد وقته، وبعد كده بنبدا نشكل عن خلال بقى. هل نوع معين من الطينه؟ في انواع طبعا، اسوان لي والحاجات دي. بالظبط، ده على فكره معلومات المدرسه. فاكره في المدرسه كانوا يجيبوا لنا الطينه الاسواني نعمل بيه حاجات؟ دي الطينه الاساسيه المصري، في حاجه اسمها البوكله بتبقى بيضه. وبعد كده بيبدا شغل، بعد ما يتشكل يرتاح يرجع تاني يدخل في مرحله تانيه، الجرد اللي هو التشكيل لو في تفاصيل بتتعمل. والفرن امتى بقى؟ بيدخل مرحلتين، اول مرحله الجسم نفسه بيدخل يتحرق عشان يطلع حاجه بنسميها بسكوت، وبعد كده بيدخل مرحله التلوين او الجليز، بيتلون ويتحرق تاني ويطلع، وممكن يتعرض كمان لمرحله حرق ثالثه لو هيتعمل عليه اي شغل ديكور. او علشان اوصل قطعه الفخار انها تبقى صيني كده، عمليه طويله طويله ومحتاجه صبر وظروف، لان دي حاجه. تعلمتيها ازاي يا رضوى؟ ما اتعلمتهاش تكنيكال، بس اتعلمت يعني عشت خطواتها كلها، لانه عشان اطلع. عشتيها هنا في مصر؟ انا اصلا ورشتي في مصر القديمه في قريه الفواخير هناك. اوكي، فهو ده حياتهم. ده حياتنا. يعني طبعا.
لا انا اقصد من قبل ما تبداي، انت رحتي عشتي في الفواخير اكيد. كنت بروح زيارات فعلا، لان هم دول اهل المهنه يعني طبعا. هم دول السورس بتاع المهنه. فكنت بروح زيارات وحسيت ان المكان ده لا يعني انا محتاجه ابقى هنا، فقررت ان انا. هل جربتي الاول يعني، هل ممكن مثلا واحده من هنا، واحده ست عاديه، ان هي تختار تصميم معين وتروح الفواخير يعملوا لها التصميم ده؟ طبعا في كده فعلا، متعاونه. واللوكال براندز عامه لما دخلت عملت يعني عملت تطوير كبير في 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 المجال ده وفي الحرفه دي عامه. فبقى فيها فرايتي كبيره قوي، وبقى فيها تكنيكس كتيره قوي، وصناعيه وناس واماكن ابتدت تطلع شغل بجوده التصدير. بالظبط. بتصدري بقى، انا اهم حاجه عندي نفسي الستات مصر يصدروا الحاجات الجميله الهاند. ابتدينا يعني ابتدينا مؤخرا ان احنا نبدا ناخد خطوات بسيطه في الموضوع ده، وشغالين ان شاء الله نقدر نعمل. بتلاقي الدول يعني مين مهتم اكتر بالستايل ده من الفخار والتشاينا وير والحاجات النوبي، يعني عرب ولا اجانب غربيين؟ الاجانب بيقدروا جدا الموضوع ده، بس برضو العرب بيقدروا الكلام ده جدا، لانها هاند ميد. كل الحاجات دي هاند ميد. بالظبط، بيقدروا وليها قيمه عندهم في السوق، وليها يعني ليها وزن ان هو لا موضوع ان هي معموله، بالاخص ان الفينشنج بتاع الفخار بقى ياخد القطعه لحته تانية، ان هي بتبان ان هي يعني. شوفي كام تكستشر وكام نوع وكام لون وكام ديزاين قد كده مختلف. انا عجبني جدا بقى فكره ايه، الفكره اللي بدانا بيها الفقره، النوبه مع رمضان، يعني الطبق اللي احنا شايفينه اللي في الوجه اهو ده. قصه مختلفه. احكي لي قصته ده. مش كامله شويه زي ما قلت لحضرتك، احنا بنذاكر القصص يعني. احكي لي قصه الطبق. كولكشن عملناها خالص اسمها السفيرة عزيزة، هي مستوحية برضه من قصة الأغنية اللي عملها محمد منير يونس في بلاد الشام، لما يونس سافر للسفيرة عشان يبيع العقد، فعملنا السيكونس بتاع العقد اللي كان رايح يبيعه في طبق تاني بيمثل شكل المدينة، والمركب اللي هي كانت النهاية لما بنت مسار نهري حوالين القصر عشان ما يهربش. حاولنا بالذات في القصة دي ان احنا نقدم كذا حاجة، نقدم الطابع الفني بتاع في الوقت ده شكل البيوت كان عامل ازاي، يعني الروح دي كانت عاملة ازاي، انه كل طبق المجموعة نفسها لما بتاخديها من عندنا طقم العشاء كل عبارة عن ثلاث اطباق، انت تقدري تفتحي ستوري لو عندك ضيوف ان انت تبداي تعلميهم عن القصه دي. تصدقوا قصه من الاطباق اللي بنتعشى فيها. بالظبط، احنا اسمنا جزيل ميليا عشان احنا يعني هي جايه من الكسره والوفره في التجمعات، ان يبقى ده احنا كمان بنحب القصص قوي طبعا. طب عامله القصص دي على الاطباق بس ولا عاملاها على حاجات تانيه مختلفه؟ انا ملاحظه المجات والعقد ده مكمل معانا في كذا حاجه. المجات يعني بنعمل مجموعه بتبقى كامله، يعني انه مثلا السفيره عزيزه ده جزء منها مش كلها، يعني بيبقى فيه طقم عشاء كامل، طقم حلوه، قهوه، مج بالبلاتر، وكل حاجه بتقدري انت تميكس اند ماتش، يعني تقدري تختاري من هنا مش عارفه ليه حاسه ان الاطباق اللي تحت المجات غير الطابع النوبي، لا واخده شويه فرعوني، مدياكي الاحساس ده في ايه؟ الوان يمكن؟ دي الوان المعابد بتاعتنا؟ التفاصيل، انه الفراعنه كان دايما في يعني تفاصيلهم صغيره، والالوان والباترن والحاجات دي يعني كلها. انا مش غلطانه يعني، انت قاصده ده؟ دي كولكشن كانت، ده الارت ورك اللي طلع وقتها معانا، بس احنا عملنا كولكشن تاني فرعوني، وعملنا له كمان يعني اخرجناه بشكل شويه مودرن حديث شويه. وده اللي بتعمل لي في متحف الحضاره الجديد، انه ده لازم يفضل موجود ويطلع بيه بقى حاجات جديده ما اتشافتش قبل كده. انا نفسي بس يبقى الحاجات دي سفرة لينا فعلا بره ويحكوا حكايتنا كمصريين بتاريخنا. طيب فاضل لي دقيقه وعايز اعرف احلامك ايه للي جاي رضوى، وانا مبسوطه جدا ان مصريه تبدا تحط حضارتنا في شيء رائع نقتنيه، قيم مصري بايدين مصريه معمول في مصر ويتصدر للعالم كله. فايه امالك وطموحاتك بقى في الاخر كده؟ حلمي ان انا اضيف للمجال اللي انا فيه ده، يعني حلمي ان انا اضيف
للمهنه دي، للحرفه دي، ان انا اقدر اوصل ده بره، انه يبقى في قصص جديده بتتحكي بشكل مختلف. انت مش هتلاحقي على القصص القديمه. بالظبط، يعني ابو زيد الهلالي، السيره الهلالي، الكلام ده هيتنسي مع الوقت، فده احنا اشتغلنا عليه وبنشتغل عليه، بس بشكل يناسب اكتر الذوق الحالي او الوقت الحالي. يعني بجد بشكرك انك انت شاركتينا في القصص الرائعه، وبشكرك اكتر على انك انت عملتي الخطوه دي، محتاجينها كنا من زمان. يلا يا ستات، ده انتوا ما بتضيعوش وقت بجد. كل يوم عن يوم احترامي بيزيد وتقديري بيزيد لكل امرأة مصرية بتحط التاتش بتاعها، عايزة تعمل صناعة جوه بلدها، عايزة تستغل حضارة بلدها، عايزة تصدر علشان تفيد بلدها، وكل ده بشغفها الرائع. ده مش بيع وخلاص، ده فن رائع احنا بنشوفه حاليا. وبشكر من خلال حضراتكم ضيفتنا اللي نورتنا النهاردة، رضوى حمادة. شكرا جزيلا. ميرسي لحضرتك. شكرا. بشكركم، اتمنى ان احنا نكون دخلنا كده البيت وزوقناه بالكوشنز وبالرانرز وبالاطباق وبالفخار وبالاكسسوارز، كل ده تجهيزات لشهر رمضان الفضيل. نتمنى باذن الله ان هو يهل علينا بكل الخير وباليمن والبركات. عملنا الحلقه دي من بدري شويه قبل رمضان علشان انتوا تجهزوا في البيوت وتعرفوا ايه الجديد وايه الموضه. اشوفكم الحلقه الجايه من ست الستات يا رب على كل خير. باي.